قذائف المدافع ما تزال تسمع في البيضاء، ورقعة الحرب تتسع يوما بعد آخر في العديد من الجبهات. مصادر محلية أكدت تقدم قوات الجيش والمقاومة الشعبية في مديرية السوادية، وتحديدا في جبهة الوهبية، حيث سيطر الجيش على مواقع عدة كانت تتمركز فيها الميليشيا، فيما تستمر المعارك على موقع القرن المطل على الطريق العام. المواجهات أيضا وصلت إلى مديرية قيفة، حيث سيطرت المقاومة على موقع حمة لقاح بقرية البقرات الواقع بين مديريتي ولد الربيع والقريشية، نتج عن ذلك مقتل 6 من ميليشيا الحوثي والمخلوع. كما شهدت منطقة آل رهينة وآل عبيد بمديرية الصومعة مواجهات أدت إلى مصرع وجرح العديد من أفراد الميليشيا الإنقلابية. في المحافظة معارك مستمرة لا تعرف التوقف، حيث تعد السيطرة على البيضاء مكسبا مهما نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها كموقع يتوسط 8 محافظات، بالإضافة إلى أنها تطل أيضا على مراكز الطاقة في الشمال والجنوب.